ألعاب الموبايل، خاصة ألعاب الهايبر كاجول. اللي ما يعرف ألعاب الهايبر كاجول، هي ألعاب بسيطة وتنفهم بسرعة، ولما مطورها يبدع اللعبة بتجيب الإدمان بشكل غير طبيعي. مثلا لعبة سبوي ربحت 2 مليون دولار بآخر شهر، وهي اللعبة أصلا من 10 سنين. بس هذا الشيء معقول، اللعبة ممتعة وكانت واحدة من ألعاب الطفولة، وأخوان الصغار حاليا يلعبونها. بس خلك من سبوي الحين، في ألعاب تربح مئات الآلاف شهريا بس مملة وتنصب على اللاعبين. مو بالضبط تنصب، بس بشرح لكم كيف. في لعبة اسمها باكت كراشر، اللعبة فكرتها انك تكسر مربعات وبعد ما تكسرهم تروح لمرحلة ثانية. الفكرة بسيطة، بس الصراحة اللعبة ما عجبتني، حسيت بملل واللعبة هادئة نوعا ما. بس فكرت فيها شوي، اللعبة مناسبة جدا للكبار في السن والأطفال، ولكن في شيء مزعج في اللعبة، الإعلانات كثيرة، وهذا الشيء اللي مربحهم. كل ما أخسر أو أفوز يطلع لي إعلان، والشيء ينرفز. ممكن ما ينرفز للأطفال والكبار في السن. ولما جيت أسكر النت قال لي أنت مو شابك على النت فما تقدر تلعب، واللعبة أصلا أوفلاين، فيعني غصبا عنك تشوف الإعلانات أو تدفع فلوس. وفي لعبة ثانية اسمها hall.io، ربحت 40,000 دولار بآخر شهر. بس هذه المرة الصراحة اللعبة فكرتها حلوة وممتعة، لكن اللعبة على حسب ما يقولون انها اونلاين مالتي بلاير. بس هل هذا الكلام صحيح؟ طبعا ما تقدر تفتح اللعبة وانت مو شابك على النت لانها اونلاين، بس لما كنت داخل جيم وفصلت النت قدرت اكمل لعب، واللاعبين اللي ضدي مكملين كأن النت مو مفصول. فهذا يعني اللعبة مو اونلاين، هم بس بوتات، فهم بس يبون يخدعونك عشان تشوف اعلاناتهم ويربحوا فلوس. بس كيف هذه الالعاب تنتشر وتربح فلوس؟ في شركات تنشر ألعاب، وهم بيتعاملون مع تسويق لعبتك وكل شيء يخص في نشر لعبتك. وهذه الشركات أكيد شفتهم في أغلب ألعاب الموبايل، بس هم يأخذون 50% من الأرباح، مرات تكون أكثر. وعندهم شروط معينة، ولو طبقتوا الشروط وحبوا لعبتك راح ينشروا لعبتك. بس هذا مو يعني أنك أكيد راح تربح 100,000 دولار كل شهر حتى لو لعبتك ممتعة، هو في حظ شوي. الشركات اللي تنشر الألعاب مرات تسوي أغلاط، ممكن لعبتك تكون ممتعة عند بعض الناس وشركة ما عرفت كيف تنشر اللعبة ونشرت اللعبة عند ناس غلط، بعدها يقولون لعبتك مو ممتعة عند الناس ويفقدون الأمل في لعبتك ويسحبون عليها. فيفضل أنك تختار شركة تنشر ألعاب قريبة من لعبتك. وترى تتوقع أني بعد ما عرفت كل هذا بختم المقطع؟ لا يا عزيزي المتابع، أنا إن شاء الله بسوي لعبة هايبر كاجول بسبعة أيام بس، وببث كل ثاني وأنا أطور اللعبة في تويتش، وبعلن متى أبث في المقطع الجاي إن شاء الله. وبس لا تقصر معي باللايك والاشتراك. صح نسيت شيء، ترى أنا قاعد أطور لعبة وبتنزل في ستيم، لو عندك ستيم تقدر تسوي ويش ليست للعبتي، الرابط في الديسكريبشن. وبس سلام.